صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في. حان موعدكم مع فقره سينما، واليوم قبل الويك اند اللي بتخيل معظمكم اخذين لونج ويك اند، رح نقطع على ثلاثه من الافلام يلي عم بتم عرضهم. واحد من الموفيز كان ريليز تبعه امبارح، اما البدايه فرح تكون مع فيلم ذا وول، هالموفي اللي هو دراما الاخراج لدوغ ليمان، اما الابطال فهن ارن تايلر جونسون وجون سينا. احداث الفيلم تاخذنا لعام 2007، وتحديدا لما كانت تقريبا الحرب الأمريكية بالعراق قربت أنها تخلص. بتحكي عن اثنين جنود أمريكان بيتعرضوا لأتاك من وراء الناس، هالناس بخليهم بينصابوا اثنيناتهم، واحد بإصابة كتير قوية والتاني بتنصاب إجره، وبيتخبى وراء وول يلي هو هالحيط يلي أنجى مهدى، وهون بتبلش الحرب. الحرب مش بس يلي هي حرب من خلال الرصاص، إنما هالناس يلي شاطر بالتقنيس كمان عامل عليهم حرب نفسية كتير قوية، وهون أحداث الفيلم بتتطور. رغم انه الموفي ما بياخذنا على كثير مطارح، نحن على ست واحد تقريبا، والابطال هن ثلاثه بس، اثنين منهم بنشوفهم والثالث ما بنشوفه، ولكن فيلم سايكولوجي وور كثير قوي. خلينا نشوف بعض المشاهد سوا. Eyes on that wall. I got eyes on your ass, fancy pants. Oh man, talk to me, talk to me. What do you see? Something's not right. How bad is it? As the bullet went through. I got a man down. What's your position, over? We got a sniper. High caliber weapon, requesting extraction. Sergeant, I need your exact location. Say that again. Sergeant. You got an accent. Not American. You a sniper. Where are you, man? You get eyes on him. Where'd he come from? I don't know! If I were you, I would start talking, Isaac. What do you want? I want to get to know you. I get one shot. No, 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 no. Second you touch that rifle, you're dead! This is true. When this is over, his family won't recognize him. You're dehydrated. How's this aim, man? Death, you will bleed out. Scope is an extension of my eye. You're fading. You're fading. I'm fantastic. The trigger is an extension of my fist. One, two, three, four, five. The rifle is an extension of me. One, two, three, five. One, two, three, five. And I strike you down. I know where you are now. Bang. The Wall is Psychological War Game، هيدا العنوان إذا بدكم الكبير لهالموفي. والأهم من هيدا كله يلي بعلقكم بالفيلم إنكم أنتوا عم تحضروه، هو هل ممكن شخص سنايبر عنده بعض الرصاص وحرب معنوية كتير كبيرة بيستعملها من خلال الكلام إنه يكسر شخصين وعزيمتهم لأنهم يقطعوا هالمرحلة الصعبة اللي هن فيها؟ لتعرفوا الجواب لازم أكيد تحضروا الموفي. أما نحن جولتنا فرح تستمر مع فيلم بارح نعمل ريس لإله، وهو Snatched. It's an action and comedy movie. الإخراج لجوناثان ليفاين، أما الأبطال فهن إيمي شومر وغولدي هون. الفيلم بيحكي عن صبية تركت صديقة قبل ما يروحوا على فاكيشن على المنطقة اللي بالنسبة لإلها هي Paradise. مع مين بتقرر تروح؟ النتيجة هي رح تكون السفرة مع والدتها، وهون فيكم تتخيلوا الأجواء كيف رح تكون لما في فرق هالقد بالعمر بديستنيشن هالقد حلوة، والبنت كان ببالها نوع معين من الفاكيشن وانتقلت لشيء تاني، اختلاف بالعمر والإكسبكتيشنز، ولكن الأم وبنتها بقضوا أوقات ممتعة وشوي غريبة. ولكن الأمر يلي بيصير مثل ما عنوان الفيلم بيقول Snatched، بينخطفوا هالشخصين، وهون منبلش نشوف كيف العلاقة بين الام وبنتها بتساعدهم لانهم يهربوا، ولكن الاكشن كثير حلوه ومهضومه. خلينا نشوف بعض المشاهد سوا. Do you mind if I join you? Hey.
The dude is talking no, to you. Sorry, you. Not you, it was me. Can you kind of beat it, because you're a distraction? Hey! Shut up. What brings you down here? You're on vacation here with your boyfriend? No, I'm just here with, my mom. Why are you dressed like powder? The sun is very dangerous. Mom, it feels like you're putting on a lot. No, just here, when you need it here. Let's go out tonight. Hair, makeup, boobs, we're going out. Emily, I am not going out at night. Everything shouldn't be so scary. Oh, it damn well should. 1 in 4 tourists are kidnapped. Not true. 1, 2, 3, somebody's missing. I met a man. Well, drinking with a man in a foreign country, it's a smart, responsible thing to do. We need an amazing adventure. Where the hell are we? The scenic route. Stop the... What's your PIN number? Everything he says. I already am before you told me okay, to. Okay. 1, 2, 3, 4. Oh, God. I was gonna change it. I will get us out of here. I need you to believe in me. Mom, come on! Do you think maybe that guy's okay? I saw his brains. Why can't you just make me feel better? Listen, I need your help. Mom and I got kidnapped. State Department. My mom and sister. They've been taken. I imagine you have a commando squad. 4 underground criminals who were tried for a crime they didn't commit. Sounds like the A-team. It is the A-team. Do you have an A-team? Why did I ever let you talk me into this? I should have just listened to you. Shh. I love you. This is great, but we really gotta get out of here, you know? Yeah, we should get out of here. Okay. Mama mia, we have to fight, Mom. We've got this. Mom, that was awesome. You messed with the wrong bitches. Yeah. Go. I'm gonna count down. I'm gonna do it. Please. 100. 99. إذا عبالكم خلال الويك أند تحضروا A Fun Movie بتصور سناتش هو الموفي اللي لازم ينحضر الممثلين بضحكوا والمواقف بضحكوا ولكن الأهم من هيدا كله إنه منشوف كيف العلاقة بين الأم وبنتها بتتطور بالفيلم وإذا كنتوا عبالكم إنكم تنخطفوا بتصور أهم psychological support بيجينا من الأم أجان فيلم مهضوم كان الريليس مبارح والريفيوز على الإنترنت كتير مهمين رح نكفي جولتنا بالأفلام رح نرجع على الأكشن موفيز هالفيلم يلي هو مقتبس من قصة حقيقية اسمه 6 Days بياخدنا تحديداً لعام 1980 لما بوقتها مجموعة من الأشخاص هاجموا السفارة الإيرانية بلندن وأخذوا الأشخاص يلي دخلها كرهائن وهون صار يمكن في من أهم العمليات التدخل يلي بيقوموا فيها الشرطة وتحديداً فرقة الـ SAS أو SAS لإنقاذ الرهائن هالموفي من إخراج توا فريزر أما الأبطال فهن جيمي بيل مارك سترونغ وأبي كورنيش موفي كتير حلو أكشن رائع على محبي الأكشن والأهم من هيدا كله إذا أنتم من محبي الأفلام الحقيقية فهالفيلم رح يخدكن لل 1980 أما نحن فهلأ رح نروح سوا لنشوف التريلر My name is Detective Chief Inspector Max Vernon. We will kill a hostage if our demands are not met. You can't give them what they want, I'll tell you that much. It's down to the negotiators to break the deadlock, or your men will have to storm the embassy. Press are everywhere. Do not let them make you. Do authorities face terrorism with negotiation or force? The army's next door. It's the SAS. If someone's shot, they go in. We better make sure no one is. We know there are some hostages on the second floor. You tell your government, one more day, we begin shooting them. An immediate assault plan has been drawn up. Let's go again. He's got the heart of a lion and the brains of a judge. Your army is going to attack us. We can hear them in the walls. I want this to be resolved peacefully. Christ, they'll kill him. Shots fired in the embassy. Get set.
Keep Salim talking during the assault. You want me to help kill them? I want you to save the hostages. The Prime Minister wants the world and the British people to see how this government deals with terrorism. Stand by. You and I can stop violence. There's still a chance. Go, go, go! إذا أنتم من محبي فيلم أرجو يلي حضرناه سابقاً وكان بيحكي عن رهائن بالسفارة الأمريكية بإيران، فما تروحوا عليكم 6 دايز يلي عم بيحكي عن رهائن بالسفارة الإيرانية ولكن هالمرة بلندن. جولتنا اليوم رح نختمها مع رابع فيلم وهو It's an Animation Movie. عم نحكي عن The Emoji Movie، وهالفيلم يلي كمان ريليس كان مبارح بيحكي عن الكاركترز يلي اخديلنا عقلتنا إن كان على السوشيال ميديا ولا على التليفون. بيحكي عن تحديداً كاركتر اللي عنده الما اتيتيود، ولكن هالشخص اللي اسمه جين او هالايموجي اللي اسمه جين ما عم بيقدر بس يعتمد على هالفيلينج الوحيد اللي هو الما فيلينج، وعنده بيضحك وبيعمل كل هالشعور والفيلينجز اللي عنده اياها. هالشيء بخليه يكون منبوذ لانه ما بحق له يغير شعوره خلال الفيلم، وهون بتبلش الادفنتشر لما بيتعرف على اشخاص بيقدروه على مجموعه الايموشنز اللي عنده ياهن. فيلم مهضوم للأطفال، ريفيوز عنه في أبس أند داونز، عالم حبوه وعالم ما كتير حبوه، ولكن الأكيد قد ما بنستعمل هالإيموجيز ومعلقين فيهن مش غلط أبداً إنه نحضر الفيلم. وسوا هلأ رح نحضر التريلر. Look who just sent me a text. Addy McAllister? What should I say? Just play it cool. Welcome to the world inside your phone, where everyone is expected to act one way their whole life. Aw, snap! Ow. My name is Gene, and I'm supposed to be a meh. Meh. You know, like, meh, who cares? But my problem is, I have more than one emotion. Check this out. Huh? Huh? Son, please tell me you weren't laughing just now. What if you get sent out on the phone, making the wrong face? Dad, I'll make the right face. Then I would finally fit in. Sweetie, you're so handsome when you make that face. I think he's ready, Mel. Meh. That's our user, Alex. We have an incoming text. We are go for men. Who, me? What's he doing? He's making the wrong face. Huh? What the heck? Welcome to the Loser Lounge, where the emojis who never get used hang out. What's up, High Five? I'm an emoji. I gotta have some sort of purpose here. I'm gonna help you. We need to get off the phone and find the source code. Then I can fit in. Let's roll, my Felicia. First, we have to get through this firewall. What's Alex's girlfriend's name again? It was Tina. Access denied. Karen. Sarah. I want to say Lupita, but that doesn't feel right now. I'm saying it out loud. I think you're pretty cool just the way you are. Nobody leaves the phone! Delete them! My feelings are huge. Maybe I'm meant to have more than just one emotion. Here am I! Candy Crush. Divine. Sweet. Tasty. Delicious. Oh, I'm never eating another piece of candy ever again. High Five, don't do it. Don't you do it. It's already been in there once. Okay, son, what do we do after we go potty? Should we wash our hands? موفي بياخدنا إلى داخل السمارت فونز، بياخدنا بهالرحلة اللي من خلالها رح نختبر عالم الإيموجيز اللي بنستعملهم بحياتنا اليومية. هل قولكم رح يخلقوا إيموجي مثل جين اللي هو عنده الكير، مفروض يكون عنده كيرلس أتيتيود، ولكن كل مرة بيطلعنا بأتيتيود مختلفة؟ ما بعرف، بدنا نشوف. أما نحن جولتنا بتكون انتهت اليوم بسينما. بدي أتمنى لكم a nice weekend. رح ناخد وقفة كتير سريعة ومن بعدها منتابع MTV Alive.